التليفون بتاعك عشان تكلمي مروان. اوعي تكوني بتشوفي الفنجان. لا ابدا، انا كنت هنضفه دلوقتي بس. تاني عهد؟ تاني بتشوفي الفنجان؟ انتي ايه؟ غاوية تبوظي حياتك وخلاص؟ عايزة اشوفه مرة واحدة بس عشان اطمن. تطمني؟ تقدري تقولي لي امتى شفتيه واطمنتي؟ اقول لك انا دايما مغرقك. حرام عليكي، فوقي لنفسك بقى. كفاية اللي بتعمليه في نفسك وفي هشام ده. هشوفه مرة واحدة ومرة واحدة. مرة واحدة عايزاكي بس تفكري شوية. احنا هنعرف حياتنا من شوية بن. خلاص ماشي ماشي، مش هشوف. ايوه مش هتشوفيه، خلاص مش هتشوفيه. كده ربنا يستر بقى. لا بجد، انت اللي عاوزة تتعالجي من الادمان مش هشام.